أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الوطنية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تفسر أهمية العمل بالنسبة للمجتمع. ما أهمية العمل عزيزي الطالب في حياة الإنسان؟ العمل من عناصر الإنتاج، ويهدف إلى تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى إشباع حاجات الفرد والمجتمع من السلع والخدمات. العمل ضرورة أساسية من ضرورات الحياة لأنه أهم مصادر الرزق، وبالعمل يشعر الإنسان بإنسانيته، وقد ضرب الأنبياء عليه السلام أروع الأمثلة في السعي والعمل، وكانت لهم حرفا يرزقون بها، فقد كان آدم عليه السلام يعمل في الزراعة، وداود عليه السلام في الحدادة، وإدريس عليه السلام في الخياطة، وموسى عليه السلام في الرعي، وعيسى عليه السلام في النجارة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرعي والتجارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. للعمل قيمة يجب أن يحترمها الإنسان لاتصاله بمبدأ ديني يتعلق بعمارة الأرض والاستخلاف فيها. فبالعمل تنمو المجتمعات وتتطور محققة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي تظهر آثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع. أهمية العمل بالنسبة للفرد عزيز الطالب، يحتل العمل مكانة مهمة في حياة الإنسان، فهو ميدان نشاطه المنتج والميدان الذي تظهر فيه قدرات الفرد وكفاءته ومهارته، وقد يكون المصدر الرئيسي الذي يحصل الإنسان بواسطته على مورد الإنفاق على نفسه وعلى أسرته، ويحافظ على كرامة الإنسان ويعبر عن وجوده ويحقق الاستقلالية والحرية للفرد ويضعه في مستوى اجتماعي واقتصادي معين. عزيزي الطالب، كيف يؤثر العمل في الناحية الاقتصادية والاجتماعية للفرد؟ أهمية العمل للمجتمع، ينعكس العمل إيجاباً على المجتمع، فهو يوفر الخدمات والسلع التي يحتاجها أفراد المجتمع، إضافة إلى دوره في تنشيط الاقتصاد الوطني من جانب والحفاظ على الأمن المجتمعي من جانب آخر، فتوفر فرص العمل المختلفة بسهم في التخفيف من مشكلة البطالة وتجنب نتائجها السلبية. وقد ساهم دخول المرأة إلى سوق العمل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة الأردنية، وانعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات التي تحصل عليه الأسرة. أيضا، كيف يؤثر العمل في تقدم المجتمع؟ عليك أن تجيب على هذا السؤال عزيزي الطالب. سوق العمل في الأردن وتحدياته، يواجه سوق العمل في الأردن مجموعة من التحديات، منها ما يتعلق بالأفراد ومنها ما يتعلق بالمجتمع، وأخرى تتعلق بالاستراتيجيات. ومن تلك التحديات عزيزي الطالب، ثقافة العيب، وهو عزوف الشباب عن العمل في بعض المهن والمجالات وصفها عيبا أو أقل مستوى مما يحملون من تحصيل علمي وأكاديمي. البطالة، وهي عدم توفر فرص العمل لمن يبحث عن عمل. تدفق العمالة الوافدة والهجرات القسرية من الدول المجاورة، أيضا انخفاض الأجور. إذن هنا يواجه سوق العمل في المجتمع الأردني من مجموعة من التحديات، وهذه التحديات عزيزي الطالب تتعلق بالأفراد، ومنها ما يتعلق في المجتمع، وأخرى تتعلق بالاستراتيجيات. وكما قلنا، التحديات هذه هي ثقافة العيب، وما المقصود بثقافة العيب هو عزوف الشباب عن العمل في بعض المهن والمجالات بوصفها عيبا أو أقل مستوى مما يحملون من تحصيل علمي أكاديمي. أيضا كما قلنا، البطالة هي عدم توفر فرص العمل لمن يبحث عن عمل. تدفق العمالة الوافدة والهجرات القسرية من الدول المجاورة، أيضا انخفاض الأجور. عزيزي الطالب، عليك أن تقوم بكتابة أهمية مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل. أيضا بالتعاون مع زملائك، قدم مجموعة من المقترحات لمواجهة هذه التحديات. كما قلنا أنها التحديات التي يواجهها الأشخاص في سوق العمل في الأردن وتحدياته. عليك عزيزي الطالب أن تحلل أثر العمل على الفرد اقتصاديا واجتماعيا، وهل تشجع الشباب على العمل اليدوي ولماذا؟ ما الآثار الإيجابية لدخول المرأة إلى سوق العمل؟ وعليك عزيز الطالب أن تبين التحديات التي تواجه سوق العمل في الأردن. شاكرة لكم أعزائي الطلاب، حسن استماعكم وتعاونكم.